ورجعنا لكم تاني، وكنا بنتكلم على طريقة اللعب اللي مصمم عليها كارلوس كيروش، اللي هي طريقة 4-3-2-1. كنا بنتكلم وبنقول ان الراجل بيشف الطريقة من ليفربول، وانا ما عنديش اي مشكلة خالص في الناحية دي. ابرز لقطة تعبر عن فشل الطريقة دي في تنفيذ منتخب مصر للطريقة دي، الهدف الحمد لله اللي تم الغائه عن طريق ماما بالدي، وكرة بعد ما الفار اثبت انه عمل فاول مع عمر كمال عبد الواحد. ساعة التسديدة اقفوا كده بالصورة وشوفوا محمد صلاح واقف فين. تعال نتكلم على النواحي الهجومية. بداية المباراة لما لعبنا بثلاثة في عمق الملعب، التلاتة لعيبة كورة بولرز زي ما بنقول، النني وعمر السلية وعبد الله السعيد، خلت ان التلاتة من كتر ما هم كورتهم عالية، التلاتة في نفس الوقت في مرحلة بناية الهجمة واحنا بنطلع بالكورة من ورا لقدام، هم التلاتة عاوزين ينزلوا يستلموا، هم التلاتة عاوزين طلوع الكورة يبقى على ايدهم هم، طبعا يعني على ايدهم كناية عن ان الكورة تطلع من رجليهم، وبالتالي نزول التلاتة لتحت عشان الكرة تطلع ده افقدنا اللعيب رقم 10 اللي احنا كنا متوقعين، او انا كنت متوقع ان عبد الله السعيد يدخل في التمركز رقم 10 يبقى بين محمد صلاح ومرموش، مش قادر يتقن تنفيذ طريقه 4-3-2-1 او طريقه 4-3-3 عشان ما تتلخبطوش. في الشوط الثاني، الشوط الاول قلت الشوط الاول زي ما قلنا جيد جدا، كان ناقصه هدف يترجم كل شغلنا الهجومي عشان نقول امتياز.